في برنامج عملوه في جامعة الخرطوم. ده يا اخوة دي قمة اللعب بالشريعة الإسلامية. جامعة الخرطوم تحتفل بكتاب اسمه طبقات وضيف الله، عقدت له برنامج. دي يا اخواننا الجامعة الأولى عندنا في السودان، فهمتني؟ دي قمة الهرم العلمي في السودان، تعمل برنامج كامل للاحتفال بطبقات وضيف الله. تعرف طبقات وضيف الله ده فيه حاجات كده خليك من المخالفات العقدية، فيه حاجات العقل الله ما بيقبلها. قال شيخ من الشيوخ جابوا له ولد صغير رضيع ما بيرضع، قال ابو يا الشيخ ده بيرضع، قال جيبوا لنا رضع عليكم. مسكوا براه مد له مرته، مسكوا براه رضعه وقال ودى لهم. اصل انت بتصدقها في راجل بيرضع؟ لكن الصوفية عادي عندهم الراجل يرضع والمرض طير وكله ده عندهم عادي يعني. ونفس الكتاب قال مرق ما بعد ما مات الشيخ مات مرق كراعه وقال برا الغور كده مسافة ودخلها. وهسه ده احنا هنا بنستفيد منه شنو يعني؟ قول هسه مرق يعني اها يعني السودان بيستفيد شنو؟ شيخ مرق كراعه وده مرق ضنبه، يعني احنا بنستفيد شنو؟ وده دين هسه يعني؟ كلام فارغ. وده كله من اسباب الضلال، شفت دي من اسباب الضلال في السودان. طيب قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه في ذلك، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل من اتبعه في ذلك. ارجو عدم الاساءة لاشخاص، افيدونا جزاكم الله خير. اساءة الاشخاص وين هي ذاتها؟ نحن اسينا لمنوسه، نحن من بدت الحلقه دي نبزنا ابو زول، نبزنا ام زول، اصينا لزول في عرضه. يا اخي احنا بنقول لك ده قالوا كلام، ده قال بيرضي انا كده، خليني من تعليقنا، تعليقنا خليه. اللي بيرضي ده تراك فيه شنو؟ نخليه يرضي احساء يعني؟ ها؟ وداك يحمل وده يلد، نخليهم يعني ولا كيف؟ انا ما يتوريني في دي كتب، الكتاب ده انا كنت طالب قبل يوم في الجامعه درسوني من الكتاب ده. يعني انا اجي اقول الشعب السوداني خليه ساي شيخ صوفيه يرضع بهيني وداك يولد الحريم بجاي وده يعني انا اخليهم ولا كيف؟ شوف الزول اللي بيقول الكلام ده يقول لك ما تتعرض للاشخاص وما تذكر لنا الناس، ويا زول انت ما تلف وتدور في غلط قدامنا هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره. اسالت لو لقيت لك واحد مع بيت ناس في الشارع، لقيت لك واحد مع بيت ناس كويس غصب على الفجور والفاحشه، انت بتخليه تقول يا اخوان والله حقيقه انا ما عندي شغله مع الناس، خليهم؟ بتخليهم؟ ما بتخليه يا اخي، ما ده منكر قدامك انت ما بتخليه. عشان كده نحن في النهايه ربنا بيسالنا من الباطل اللي قرروا ضلوا باهلنا، اهلنا كتار مساكين. الواحد تلقى معتقد العقائد بتاعت الصوفيه دي، انا واحده من اهلنا كويس، لقيتها معتقده في كتاب والله ما كنت متخيل انها بتكون عارفاه ذاته. كتاب اسمه ليك سلام مني، ده بتاع البرعي، كتبه زمان قبل ما يموت كويس. جوا فيه قصايد تمحنك، قصايد تمحنك انت ذاته. لقيت المرأة المسكينة دي محتقدة في الكتاب ده وقالت ده حق وده دين. ده قال الشيخ احمد الطيب قال يحضر مريده في النزع والقبر. تعال شوف لك محن المريد بقى مات، احمد طيب ده مات زمان يا اخوانا، مات زمان، مات مات. قال بيمرق، بيجي انت لما تيجي تموت قال بيجي بيقعد جنبك يحضر مريده في النزع، لما الروح دار تبرق في النزع والقبر، لما الروح دار تبرق بيكون قاعد جنبك، والقبر الغبر. قال لي الحجه يلقن كمان، بيلقنك الشهاده. هو ما هو قال كده خلينا، هو قال وهو مات يجي قال يلقنك انت الشهاده. قال للحجه يلقن باحسن التعبير وله يؤانس، مش بيلقنك ساي. اول ما يدخلوك في القبر بيمشي يقعد جنبك بيقول نفسك ها كيف اخبارك والحاصل شنو في البلد؟ شال الطماطم رخيصه الايام دي والبطيخ طلع ولا لسه؟ يونسك، قال يونسك يا ناس. ها ومازن بي غلب الهلال ولا وصعد منه يا ناس؟ قال وله يؤانس، بيونسك كمان في الوحدة والشبير. قال في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير. قال الشيخ ده خش الجنة وشاهد مولاه الكبير، شاف الله قال كويس. قال في مصر تجزأ للأربعين أحد في مصر، قال بيشرح البيت البرعي براو. قال في مصر عزموا أربعين حوار في رمضان، أربعين حوار عزموا الشيخ
واي واحد ما عارف الثاني عزمه. قال الشيخ لبى الدعوة للأربعين، أول ما جاء وقت الإفطار قال تطور الشيخ، تطور يعني تفرطك كده لأربعين واحد، أربعين شيخ بقى فطر هيني يعني قش له أربعين صيني اليوم ده. ده شيخ واحد بس، ده الشيخ ولا تمساح ده؟ شت قال كلم فطر مع أربعين، قال في مصر تجزأ للأربعين أحد. كويس؟ كويس؟ ما ترقصوا ها؟ كفاية خلاص فهمت كلامي؟ ده دين هسه يا اخواننا؟ والله لو في ذول بغير انه ده دين يبقى ده ما بيعرف الدين الاسلامي كله كله. قال وليذكر اسمه عند القبر يسعد. البرأي لما شرحه قال اي ذول؟ قال من جاء عند حفره لقبر ميت من الاموات فقال هذا قبر احمد الطيب، قال لم يعذب ولو لم يكن من اهل الطاعات. يعني بس لما نجي يحفروا قبرك لا تصلي لا تصوم ولا اي حاجه، بس لما تجي عند الموت حفروا قبرك ايوه، قال بس يقولوا هذا قبر احمد الطيب، قال فلا يعذب. ملكه طوالج يقولوا بالله، قالوا احمد الطيب هنا خلاص خلوه يا اخوان. ده شنو ده السده؟ كويس؟ ده كلام فارغ، ده كله كلام فارغ. في واحد من برا مرسل ورقه معترض، قال دي محاضره ولا مسرح؟ وانا احكي لك في نقطه هنا، انا ما بقول لك في كلام بيضحك، يعني ذول راجل بيرضع، دي بتضحك ولا بتبكي؟ انا ضحكت هسه انا شفتني قاعد اضحك؟ ما هو قال لك في راجل بيرضع والناس ضحكوا، انا اسوي لهم شنو يعني؟ انا اقول لهم ما تضحكوا؟ شوف الله الناس زعلك الله، وانت هسه بيك ضحك الناس ولا بيك الودر الناس ذاك؟ خلينا انا ضحكت الناس، قول انا ضحكتهم، عملت لكم مسرحيه، بسموه منو ذاك؟ بتاع المسرحيات داك، قول عملت لكم مسرحية أنا، كويس؟ ضحكتوا، أنا ضريتكم بحاجة؟ الضحك ده فيه مشكلة؟ ده عنده مشكلة نفسية ولا شنو الزول ده؟ ما دار يضحك؟ يا أخي اضحك يا أخي، خلي عقيدتك كويسة، اضحك، ابكي، فنجط، نطط، بس دارين عقيدة احنا. مش عقيدتك كويسة؟ اضحك سيف ضحك حرام يا إخواننا؟ اضحكوا عليكم الله كده اضحكوا. ده شنو ده الكلام الفارغ ده يا أخي؟ ده زول في النهاية دار يدافع عن الصوفية بالباطل، تضحك، تبكي، ده ما موضوعنا معاك احنا. نحن موضوعنا معاك التصوف ده باطل، والكلام اللي في العقائد بتاعت الصوفية وفي مدايحهم ده كلام باطل. بعد ذاك تضحك ده ما موضوعنا احنا معاك يا اخي، ما موضوعنا معاك. تعالينا من ضحكك وفي الجامع بنبكيك وكده. عقيدة عقيدة نظيفة ودع التصوف برا. شيخ شهاب قاعد ولا مشى؟ موجود شيخ شهاب. شيخ مشى؟